النهاردة جيت معرض القاهرة الدولي للكتاب، صرح عظيم جدا. المشاركين نوعوا في المحتوى بتاعهم، التنظيم أعلى على أعلى أعلى مستوى. إحنا مصر بلد العالم كله بيجي لنا علشان يتعلم من عندنا، عندنا كتب وعندنا محتويات بشكل مهول. تنظيم السنة دي حلوة قوي، متاح كل الأعمار وخصوصا للطفل. الطفل عاملين له قاعة مخصوصة، عاملين له عروض حلوة قوي. أنا ملاحظة أن الأسر المصرية بتقبل على أدب الطفل وعلى المفروض أن هي أجازة نص السنة، فهم جايين عشان يرفهوا عن نفسهم وعن أطفالهم. السنة دي فيها عروض كتير قوي من أسر الثقافة ومن هيئة الكتاب، عاملين عروض على كتب المفروض أن هي سعرها بابا غالي جدا، لكن هنا في المعرض أنا اشتريت كمية مجلدات وبأسعار رمزية جدا. طبعا أنا وجدت حاجات جديدة زي الإقبال أكتر من السنين اللي فاتت بكتير جدا على المعرض، لأن المعرض ابتدى مكانه الجديد ده يتعرف وابتدت الناس تقبل عليه. الحاجة التانية اللي عجبني جدا التنظيم وعلاقة الأمن بالناس الزوار، يعني الأمن على مستوى عالي جدا من الود والحب مع الناس، ودي حاجة طبعا أنا افتخرت بيها النهاردة. أولا بشكر هيئة المعارض ووزير الثقافة والقائمين على المعرض على الإنجاز الكبير اللي بيتعمل كل سنة، والسنة دي ما شاء الله الإقبال جماهيري. المكان الجديد للمعرض دوت أتاح مساحة كبيرة للعرض وتنظيم أكبر، ما بقاش فيه التكدس والزحام بتاع كل سنة. فاللي بيجي المعرض السنة دي بيحس ان هو جاي في رحلة او يوم ترفيهي، بيلاقي الكتب اللي هو عايزها في مختلف المجالات بالاضافة لانشطة وندوات ثقافية، فبيقدر يتعرف على الكتاب ويتناقش معاهم ويعرف الكتب بتاعتها محتواهم ايه، اضافة للحفلات الترفيهية اللي موجودة، حفلات الموسيقية والفنية. نجاح المعرض وكمية الاعداد المتوافدة بترد على اي شائعة ترددت عن المعرض ده قبل ما يبدأ. المواصلات متاحة، سهل جدا تيجي، يوم ممتع للأسرة، يوم ممتع للطفل للكبير. إن مستوى النظافة عالي، مستوى التجهيزات عالي، الناس نفسها بتتصرف بحضارة، وده شيء جميل جدا. في الآخر طبعا بقول تحيا مصر، وبوجه شكري جدا لسيادة الرئيس، لأنه إحنا حاسين، وده أكبر دليل على إحساسنا بالأمان والفخر بالأمان والاستقرار في مصر، الزحام اللي موجود في المعرض والجمهور اللي موجود في المعرض. فإحنا كلنا بنحيي مصر وبنحيي سيادة الرئيس بصراحة يعني.